قصي اليوسف اسم موجود على السوشيال ميديا، مؤثر بشكل كتير كبير. تجربته قاسية كتير، ولكن حول هذه التجربة إلى تحفيز، إلى أمل، إلى قوة. قصي يمكن عم بيعاني كل يوم ومعاناة كتير كبيرة، ولكن منشوفه مبتسم، منشوفه قوي، منشوفه عم يعمل رياضة، منشوفه عم يعطي دعم لقلنا كلنا. نحنا اللي بحالة صحية كتير منيحة مفترض. قصي اليوسف، مساء الخير. أولاً اسمح لي عبر عن إعجابي الكبير فيك، وبسأل حالي من وين بتجيب هالقوة؟ من الأهداف والطموحات اللي أنا حابب أعملها، وحالياً قوتي امتدت كتير من الناس اللي حوالي ومن الكلام اللي عم يوصلني ومن الناس اللي حسيت بتجربتي ساعدتها، فهذا اللي خلاني أقوى. أنت تعرضت ل فينا نقول قطوعين بحياتك، مرة أصبت برصاصة طايشة. وين اجت الرصاصة وقتها؟ تحت القلب ب2 سنتي. يعني نجيت بأعجوبة. تماماً. تاني قطوع هو مرض السرطان اللي أصبت فيه بالكبد، صحيح؟ بلش بالكبد. تماماً. اليوم أنت عمرك 32 سنة، قد ايش صار لك مصاب بالسرطان قصي؟ 5 سنوات ورح نصير بال6. اليوم السرطان منتشر ولا بعده محصور بمكان معين؟ لا، حاليا منتشر عندي بالدماغ وبالعقد اللمفاوية وبالكبد والرئتين. بأي مرحلة أنت؟ ستيج 4. شو بيقولوا لك الأطباء؟ شو بيقولوا لي الأطباء؟ حالياً أنا الكلينيكال إكسبيرمنت، تجارب سريرية، هي الفترة من العلاج غير معروفة ومضمونة النتائج نهائياً. عم بجربوا فيك، يعني فينا نقول نوعاً ما، لأنه حالياً أنه ما عاد في علاج واضح أو خط يعني يمشوا عليه بالعلاج، فبلشوا بتجارب ممكن يمشي الحال أو لا. طبياً قد ايه الأمل عم بيكون نسبته؟ ما عاد تطلع على هالأرقام من زمان، فخليني لك. شو قالوا لك آخر مرة؟ شو قال لك طبيب متابع لحالتك؟ أكيد ما في طبيب إلا يعني الأطباء اللي أنا بتعامل معهم هني ناس كتير محترمين، فأكيد يعني مع الدعم الإنساني فبيقولوا لي إنه أكيد حالياً إنه إن شاء الله في أمل، ولكن إذا ما مشي الحال بهذا البروتوكول أنا بدي أضطر أخضع على زراعة الخلايا الجزئية اللي هي يعني عملية كتير معقدة ومتعبة جدا وخطيرة. هيدي بتصير بسوريا؟ هلأ وين حضرتك؟ بحلب ولا وين؟ أنا حاليا أنا حمي الأصل، ولكن هلأ حاليا مقيم بحلب. كرمال العلاج؟ لا، أنا هون كنت أشتغل وبلشت دراستي هون وبشتغل هون، فيعني مستقر لحالي هون. قصي، قالوا لك عندك مدة زمنية معينة لتعيش؟ مرة قالوا لي 4 أشهر وضليت بعد سنة، ومرة طبيب قال لي إنه العلم يوقف عاجز عندك ونحن ما عاد فينا نعمل لك شيء نهائياً، فبوقتها وقفت العلاج الكيماوي ما يقارب السنة، لأنه صار معي التهاب بشغاف القلب ومشاكل قصور، بداية قصور كلوي، فكان العلاج الكيماوي مستحيل، فمثل إنه يعني ابتعدوا عن العلاج إنه نحن ما عاد فينا نعمل لك شيء. لجأت للتغذية، وكان في طريقة علاجية اسمها الأنتي أنجيوجينيسيس دايت، نوع من أنواع التغذية الصحية الطبية. حاولت فيها إني أشفى، اللي هي وقفت اللحوم مثلا أو والسكر. هي ما بتعتمد على بهي الطريقة، يعني ما فيني أعطيك إياها بتفاصيل لأن الموضوع معقد، خاف الناس تاخذها بحذافيرها وهذا شيء خاطئ مشاركة هيك معلومة، ولكن هي اعتبار يعني قطع التروية الدموية عن الأورام. فادتك؟ بتعتمد على هذه الطريقة. فادتني إنه رفعت مناعتي بشكل كتير كبير، حسنت من صحتي القلبية مع العلاج وكلاوي، بس للأسف السرطان رجع انتشر بشكل أخطر عندي، فاضطريت ببداية هاي السنة أرجع لعلاج الكيماوي. قصي، أنت قدي عندك أمل؟ يعني الطب بيحكي شيء، قصي شو بيقول لحاله؟ قدي بيعطي حاله أمل؟ عندي أمل كتير كبير، وأنا
من الناس اللي بيشوفوا الأشياء قبل ما تحصل أو بيحطوها قدامهم، ففكرة إنه الشفاء أنا عندي إياه وشايفه موجود تماماً، ولكن مسألة وقت وتعب، وأي شيء بالحياة بده وقت وتعب. تعبت كتير؟ نوعاً ما، بس لسه في طاقة. مين بيعطيك الطاقة والقوة؟ غير أنت، غير نفسك؟ أصدقائي، أهلي، دعم الأهل والأصدقاء، وفكرة أصدقائي اللي حوالي كانت كتير دعم كبير، لأنهم يعني رافقوني بكل تفاصيل علاجي بشكل كتير كبير، وكانوا مثل عائلتي الثانية، فخلتني أكثر ثقة بالشفاء، وحتى أني لما أتعب أنه أنا مالي لحالي. قصاي بالمستشفى انت عم تتلقى العلاج، بتصور حالك، بتنزل فيديو، بتنزل صورة، بتكتب كود حلوة كتير، يعني هيك عبارات جميلة بتقوي، ليه قررت تعمل هيك؟ أحياناً تجارب الناس بتكون مثل إيد بتنشلك من صعوبات الحياة، فمشاركة تجربتي خلتني أشوف قديش الناس بحاجة لكلمة أو حتى دافع صغير ليتحسنوا، وهذا الشيء لمسته بشكل كتير كبير. كان أول شيء عن طريق الصدفة، ولكن مع تتالي الأيام يعني صار حقيقة وشوفها قدامي دائما. ولا مرة بتضعف؟ لا أكيد بضعف. لما تضعف شو بتعمل؟ كيف شكل حالتك لما تضعف؟ بالمشفى بكون غالب وقتي أو فاقد الوعي، هي حالات الضعف اللي بكون فيها، بيكونوا حوالي يا أما أهلي أو أصدقائي، فمع الضعف كان في شعور طمأنينة إنه معي حدا ومالي وحيد. الورم بالدماغ ممكن عنده مضاعفات، ممكن تفقد الذاكرة، ما بعرف، يمكن حضرتك تعرف أكثر، أو يأثر على النظر. عندي مشاكل بالذاكرة المؤقتة أحياناً، إنه ممكن ما أعرف شو عم بحكي فجأة، وبالإضافة لهيك أنا فاقد الرؤية تماماً بعيني اليسار. بس بتشوف عين اليمين؟ إيه بس بعيني اليمين، اليسار ما بشوف فيها من 2018، 25/8/2018. شو اللي بخليك تطلع من المستشفى، تروح على الجيم، تعمل رياضة، تصور حالك، يعني كيف؟ إيماني بأنه الحياة الصحية يعني هي أحد الحلول، يعني الإنسان روح وجسد، والقوة والطاقة بتكون عند الإنسان بإما اتجاهين، إما الروح بتقوي الجسد أو العكس، فأنا بحاول أنه من مصدرين متساويين تماماً، ففكرة أنه أنا روح أقوي حالي وأتمرن بتعطيني ثقة بتنعكس على روحي. قصاي نحن بنقول لو كان الفقر رجلاً لقتلته، لو كان السرطان رجلاً شو كنت عملت فيه؟ كمان كنت قللته أكيد. ما متصالح معه؟ ماني متصالح معه أكيد، ولا رح أتصالح مع شيء بياخد سنوياً 9.6 مليون روح. أخذ شغلك كمان، غير أنه أخذ صحتك؟ أخذ صحتي وأخذ شغلي وأخذ جزء من أيامي اللي يعني كان فيني أعمل فيها أشياء تانية. بس رح تقتله أنت؟ أكيد أكيد إن شاء الله. بإذن الله. حاطت على الإنستغرام certified cancer certified، ما عرفت شو يعني cancer certified specialist. أنا أخذ أكثر من شهادة بمجال التأهيل النفسي الجسدي لمرضى السرطان، كانت كبداية مثل اهتمام لإلي، يعني لأعرف حالي من جانب العلم شو بيحكي أو تجارب الناس والبروفيسورية. بعدها صرت أوظف هي التجربة بإني أنا ساعد العالم، حتى أني استشاري بمنظمة للصحة النفسية العقلية، بتعمل مثل استشارات أونلاين لبعض الناس المحتاجة أو التعبانة. يعني مجال العلم بالنسبة لي حصراً بما يخص مجال النفسي والجسدي كتير مهم، فأي شيء بشوفه بهذا المجال بيغني تجربتي وبيساعدني أصير أفضل لأتغلب على مرض السرطان، سواء أنا أو الناس إذا بقدر فيدهم أنا يعني بتبعه وبلاحق هاي الأمور بشكل كتير كبير. بديك هلأ قصاي كل الناس الملايين اللي عم بتشوفنا وتحديداً مرضى السرطان حول العالم عم بتتابعك هلأ، توجه هيك لقلن وقدم لهم كلمة من القلب توصل، شو بتقلن؟ أول شيء اللي هي الكلمة الأساسية إنه مرض السرطان ما للبعبع اللي بيشل الحركة وبيمنعك عن الحياة، وهي الكلمة بكررها بشكل كتير دائم، لأنه لليوم
يعني خلينا نقول بالعالم العربي في يعني مجموعة لا بأس فيها بتسميها ذاك المرض، فبتخلي الناس تخاف منه بشكل كتير كبير. فكرة انه هو بعبع بتخلي الانسان اضعف من انه يقاوم حتى قبل ما يبلش. فانا بدي الناس يعني تحاول تتثقف اكثر بهذا المرض، ممكن لو امتلكنا الوعي يساعدنا انه نتغلب عليه بشكل اكبر. بالاضافة قد ايه الوعي، قد ايه الإرادة، قد ايه النفسية القوية بتساعد؟ كثير بتلعب دور، وحتى في أبحاث عالمية كثير كبيرة بتحكي إنه سواء مرضى السرطان أو مرضى القلب اللي هم أهم سببين للوفاة حول العالم، إنه التفاؤل بيقلل نسبة الوفيات فيهم ما يقارب 60%. هلا حتقولي لي رقم كثير كبير، هذا رقم موثق وحقيقي جدا. قصي، لو عندك هلا الخيار تلاقي واحد من العلاج واحد لمرضين، كورونا، فيروس كورونا أو السرطان، أي بتختار لتلاقي له علاج؟ هلا هي معادلة شوي لأنه فيها أرواح فما فيني، بس بيقولوا لك يعني يستوقفك من الألم ما أنت به أعلم، فأكيد رح تختار مرض السرطان لأنه بالعالم اليوم في 100 مليون مريض سرطان عم يتعالجوا بقيد العلاج هاي اللحظة. الكورونا لسه ما وصلوا يمكن 50 مليون تقريبا. بالإضافة لهيك نسبة الوفيات بالكورونا أقل بكثير. مرض السرطان السنة الماضية ب 2019 حصد 9.6 مليون حياة، يعني كل 4 ثواني روح، فأكيد مرض السرطان. قصي، أنا كثير انبسطت بهالحديث معك، إن شاء الله يا رب. هلأ أنت عم تتعرق يعني عندك علاج كيميائي كرمال هيك فائد جزء من الشعر، من شعري وحواجبي. أكيد شكراً كثير قصي اليوسف، ناطرة فيديو جديد أو صورة جديدة فيها كثير من التحفيز لقلنا كلنا، تعلمت منك كثير الليلة. شكراً لك، إلى اللقاء. يا باي باي. يعني بعد هالحديث مع قصي بسأل حالي أنه يمكن بملك صحة، يمكن بملك المال، ولاد، عمل، كتير من الأمور وتفاصيل بالحياة ونعم كتيرة، لكن مع هيك عأبسط شغلة منحزن ومنكتئب. فبخجل قدام قوة قصي هالدرس اللي تعلمته أنا، وتخيل كتار منكن الليلة.